طبعا المكان فوق المتميز، بس انا قبل لا اروح لموضوع المكان حبيت استاذنك تقدم بالشكر الجزيل للمملكه الاردنيه الهاشميه ممثله في الاتحاد الاردني الملكي للفروسيه والامن العام على استضافه هذه البطوله الاكثر من رائعه. وايضا استغل الفرصه لابارك المنتخبات المتوجه خلال يومين جميل خلال فعاليتين ست منتخبات قويه، هي كانت بريطانيا وجنوب افريقيا، سلطنة عمان والسودان، الهند وباكستان. نرجع لموضوع المكان. المكان نحن موجودين في مكان سبحان الله تحفة طبيعية. أمامنا باكستان وهي المنتخب رقم 5. Very nice. Very nice. Very nice performance. أداء جميل وقوي وتركيز فكانت لفتة بارعة وابتسامة جميلة على جبين لعبة التقاط الأبدان. ممتاز ممتاز. Very nice. Very good performance. عمان اليوم بتكررها إن شاء الله. Very nice performance. أداء متميز جدا لجنوب أفريقيا. ممتاز ما شاء الله. دقيقة سلسلة التنظيم. أول شيء أنا بشكركم وبشكر تلفزيون الحبيب تلفزيون الأردني القناة الرياضية. أسعد قلبك. على تعبتوا معانا خلال اليومين الماضيين الله يعطيكم العافية. الله يعافيك. ما احنا بنفس التغطية المميزة بنشكركم عليها كثير. حقيقة يعني دائما يبدأ التنظيم من نقطة اختيار المكان المناسب لمثل هذه الرياضة. المريح. معلش على اسمح لي المكان أكيد. المناسب المريح. نعم طبعا كان في خيارات عده لكن منطقه البتراء حقيقه تتميز بجمال خلاب وسلطه اقليم البتراء تفضلت مشكوره بتقديم الدعم الكامل لهذه البطوله وما تحتاجه من اي تجهيزات. صح. ووقع الاختيار على هذه المنطقه زي ما انتم شايفين واكيد صورتوها هي منطقه محاطه بسلسله جبليه ويبدو بالبدايه انه ميدان شبه طبيعي لمثل هذه النشاطات. رباني سبحان الله. سبحان الله. طبعا اكيد تم تجهيزه لانه السطح يجب ان يكون مستوي. كان في هناك فلات. كثير نعم لازم يكون مستوي. فكان هناك كثير من خلينا نحكي المناطق المنخفضه تشكلت بسبب السيول وتم معالجتها من خلال كوادرنا الموجوده بالتعاون مع سلطه اقليم البتراء اللي قدموا لنا كل ما نحتاجه من اجهزه وسيارات عشان الخدمات اللوجستية. طبعا في هناك مقاييس عالمية منصوص عليها في قانون اتحاد الأوتاد. هذا القانون يبين أبعاد الميدان نقطة البداية نقطة النهاية واللجنة التحكيمية وصلت قبل موعد انعقاد أو بدء البطولة بحوالي ثلاثة أيام حوالي ثلاثة أيام كلجنة التحكيم. كلجنة التحكيم. أما إحنا كعمل من تقريبا شهرين. اسمح لي بس نعم. داخل لجنة التحكيم هي تشرف على كل شيء. نعم لكن لجنة التحكيم قبل بدء الفعاليات الرسمية يجب أن تستلم الميدان. وتقوم بعمل القياسات وتتأكد من القياسات مطابقة للقانون. أيضا رئيس اللجنة البيطرية دكتور أحمد قام بعملية فحص الخيول. والتأكد منها قبل البدء بالفعاليات. ممتاز أداء قوي لريان رجب من السودان. Out. Standing for South Africa.
Very good, very good. ما قصرت. بانتظار. متألقة جدا غنيمة كما كانت بالأمس، اليوم كذلك. نتمنى لهم التوفيق جميع كل المنتخبات وكل المتسابقات.